طيب احنا لسه معانا اخبار اكيد حلو، واستطاع هنا بقى المنتخب الوطني للكاراتيه حصد المركز الاول في بطوله البريميوم ليج الدوليه للكاراتيه، واللي اقيمت طبعا في الامارات وتابعها ناس كتيره جدا وكان ليها كمان مشجعين كتير جدا، وهي كانت حاجه او بطوله كريم فعلا تقيله زي ما بيتقال. حقق فيها بقى 9 ميداليات متنوعه منتخبنا، 3 ذهبيه 3 فضيه 3 برونزيه، وقدم لاعبه كمان المنتخب الوطني اداء اكثر من رائع خلال مشوارهم في البطولة. بقول لحضراتكم فعلا كانت بطولة تقيلة جدا، حاجة كانت على مستوى عالي. لاعبو المنتخب الوطني تمكنوا من حصد الميدالية الذهبية في منافسات هنا وزن 75 للرجال كوميتيه، وحققوا الميدالية الذهبية كمان في منافسات وزن 84 رجال كوميتيه، وتوجوا بالميدالية الفضية، واستطاعت ياسمين الجويلي الحصول على الميدالية الفضية في منافسات وزن 50، وفي منافسات وزن 55 سيدات كوميتيه حصلوا على الميدالية البرونزية، والعديد والعديد من الميداليات والألقاب اللي حصلوا عليها. عايز أقول لحضراتكم بجد يعني الليستة تطول فعلا، حاجة كانت محترمة جدا، وبجد ده خبر من الأخبار اللي الواحد بيبدأ بيها اليوم ويبقى مبسوط فعلا، حاجة بجد مشرفة.